تعالوا مع بعض نتكلم النهاردة على تفسيرات عامة للنمل في المنام. تحياتي لكم أصدقائي أصدقاء تيتا شو. النمل في المنام هو قوم ضعفاء أصحاب حرص، ويعبر النمل في المنام بالجنود والأهل. فمن يرى أن النمل على فراشه مثلا كثر أولاده، أما لو رأى الرائي أن النمل يطير وفي المكان مريض فإنه يموت أو يسافر. ويدل أيضا النمل في الرؤيا على خصب ورزق، لأنه لا يكون إلا في مكان فيه رزق وإذا رأى المريض أن النمل يدب في جسده فإنه يموت. ومن يرى النمل يخرج من وكره ناله هم. فلو رأى الرائي أن النمل يخرج من دار فإن أهله يقلون بموت فإذا صار للنمل جناح مثلا، ودل ذلك على هلاك جنود كثيرين في هذه البلد. ومن يرى نملا يدخل داره بالطعام يكثر خير داره. من يرى نمل يدخل داره في حاملا طعام يكثر خير داره. أما لو رأى النمل يخرج بالطعام من داره افتقر. إن رأى الرائي في منامه أن النمل يخرج بطعام من داره يفتقر. خروج النمل من الأنف والأذن أو غيرهما من الأعضاء وهو فرحان بذلك دليل على موت الرائي شهيدا. يبقى امتى يدل المنام او الحلم على موت الرائي شهيدا؟ اذا رأى الرائي خروج النمل من انفه او اذنه او غيرهما من الاعضاء. فمن يرى أنه قتل نملا ارتكب ذنبا بسبب قوم ضعفاء ومن سمع كلام النمل وكان أهلا للإمارة نالها. وإلا نال خصبا وخيرا. والنمل الكبير للمحاربين قتلهم، وللمرضى موتهم، ولمن يريدون السفر تعبهم وخسرانهم تكلمنا النهاردة عن رؤية عامة للنمل، ودائما وأبدا مستنياكم في تعليقاتكم علشان أفسر لكم أحلامكم. وما تنسوش الاشتراك في قناة تيتا شو. تحياتي.